السياحة في ظل الحرب، يعني شهد القطاع السياحي من دون أي شك تراجعا لعام 2024 قياسا بالأرقام المتوقعة وبالتوقعات أيضا، لأن ذلك بسبب التوترات الأمنية المحيطة، الحرب على غزة، تداعياتها على الجنوب اللبناني، كلها أسباب أثرت في قرارات الكثيرين بالمجيء إلى لبنان. يعني لبنان قد يكون خسر الكثيرين القادمين من أماكن بعيدة مثل أمريكا وأستراليا وفنزويلا وغيرها، إلا أن المغتربون اللبنانيون المقيمون في الدول العربية المحيطة أو في الدول القريبة هم دون شك زاروا لبنان. يعني هذا التراجع انعكس في القطاع الخدمات وفي قطاع الفنادق الذي تراجع بنسبة 5 إلى 7%، وانعكس أيضا على الحفلات التي ألغي الكثير منها في لبنان. ولكن ما أود قوله هو أن يعني هذا التراجع يمكن لمسه بالأرقام ولكن ليس بالعين المجردة، لأن العين المجردة في لبنان حسابات أخرى. بالفعل. يعني ما أريد قوله أن هذا القطاع قد تراجع وفق الأرقام، ولكن نشطت نوع آخر من السياحة، السياحة الداخلية نشطت في لبنان، الكثير من القرى والبلدات عاشت ازدهارا لهذا الموسم، حتى أن سيلا من النكات انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي. يعني اللبنانيون أصبحوا يقولون أنهم ينتظرون المغتربين ليغادروا حتى ليجدوا لأنفسهم أماكن في المطاعم وفي أماكن السهر.